مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن تكون هناك تيارات غربية رطبة تؤثر على المملكة، وبالتالي هناك فرصة لتشكل الضباب خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول، والطقس بشكل عام بارد، وهناك أيضا فرصة لزخات من الأمطار أحيانا، ولكن هناك في المناطق الجنوبية وخاصة مناطق جبال الشراه الطقس بارد إلى شديد البرود ليلا، في احتمال لتشكل الصقيع أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. LG الرؤية الحديثة المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. سيتي مول مكانك المفضل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الصور الأقمار الصناعية نلاحظ وجود كميات متفرقة من الغيوم، أحيانا تكون هذه الكميات كبيرة. هذه الغيوم جزء منها من النوع الممطر، وبالتالي نتوقع أن تحدث أمطار على فترات بإذن الله. أما الخرائط التي تمثل درجات الحرارة فنلاحظ أن المملكة ستبقى تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة القادمة عبر شرق البحر المتوسط باتجاه المملكة، وبالتالي بتستمر الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة وأمطار على فترات بإذن الله. أما أماكن الهطول فنلاحظ أن خرائط الهطول هناك فرصة للهطول مساء يوم السبت في المناطق الشمالية والوسطى وبعض المناطق الشرقية، وأيضا تستمر ليلا لكن تضعف فرصة الهطول ليلا في المناطق معظم مناطق المملكة خاصة صباح يوم الأحد الباكر، لكن يتجدد الهطول مساء يوم الأحد في أقصى شمال المملكة وبعض المناطق الغربية، لكن بشكل عام يوم الأحد يضعف الهطول، لكن يتجدد الهطول يوم الاثنين في بعض المناطق الشمالية من المملكة وأيضا بعض المناطق الوسطى. وبالتالي إذن باختصار شديد هناك فرصة لأمطار على فترات متباعدة خلال الأيام القليلة القادمة، وهذا الوضع يستمر حتى يوم الثلاثاء، لكن بعد يوم الثلاثاء تضعف وتتلاشى فرصة سقوط الأمطار بإذن الله. أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة فهذه الليلة أجواء باردة شديدة البرودة في مناطق المرتفعات الجبلية والعالية والسهول خاصة مرتفعات الجنوب، وبالتالي هناك احتمال لتشكل الصقيع وحدوث الانجماد، والحرارة الصغرى المتوقعة في عمان 5 درجات لكن الملموسة 3 درجات مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يومي الأحد والاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء باردة، تبقى درجات الحرارة أقل من المعدل، أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة. يوم الأحد غائمة جزئيا العظمى بحدود 9 درجات الصغرى 5، لكن يوم الاثنين أجواء غائمة ماطرة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية والوسطى العظمى 9 والصغرى 7 درجات. يوم الثلاثاء أجواء غائمة بشكل عام والعظمى بحدود 10 درجات والصغرى 6 درجات مئوية. أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة نبدأ من المناطق الشمالية. المناطق الشمالية أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على فترات، إربد 10 إلى 5، عجلون 11 العظمى والصغرى 6، جرش 12 إلى 7، المفرق 12 إلى 5 درجات مئوية. أما المنطقة الوسطى أجواء غائمة جزئيا بشكل عام، البلقاء 10 إلى 6، مأدبة العظمى 10 والصغرى 5، عمان العظمى 9 والصغرى 5، البحر الميت 20 إلى 14 درجة، والزرقاء 12 إلى 7 درجات مئوية. أما المنطقة الجنوبية أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، الكرك 10 إلى 5،
الطفيلة 9 إلى 5، معان 12 إلى 3، والشراء 7 إلى 2. نلاحظ أن درجات الحرارة متدنية في جبال منطقة جبال الشراء، وأيضا المناطق الجنوبية الصحراوية بتكون 3، لكن في الشراء 2. هنا في احتمال أن يحصل السقية والانجماد في هذه المناطق أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر. العقبة العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية أيضا الأجواء غائمة جزئيا بوجه عام، والعظمى في الأزرق 15 والصغرى 5، الصفاوي 14-4، الرويشد 14-4. أيضا نلاحظ أنه في فرصة أو احتمال لسقوط بعض الأمطار في الرويشد، وأيضا نلاحظ أن درجات الحرارة الصغرى متدنية في المناطق الصحراوية الشرقية، لذلك هناك فرصة لحدوث السقية والانجماد في أقصى شرق المملكة. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. LG، الرؤية الحديثة المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. سيتي مول، مكانك المفضل.